خليني أخذ لكم مثال. هذا سهم شوفت عينكم، الله هذا كان قريب قمة 2014. قمة 2014 كانت عند مستويات 62.50 62.5. إلى الآن الفيبو حقه كده، هذا الفيبو الاستراتيجي، وقاعه في 2016 11.80. خلاص هذا شارت تاريخي لسهم أستر الصناعي. هذا كيف نبغى نرسم له ترند رئيسي من عام 2016؟ لاحظوا عنده حركة عرضية وعنده قناة دور كان هنا عرضي، شوفوا كيف. هذا الدور الأول جاء بعد كورونا اخترقوا واختبروا وراح بنى له دور تاني. أتخيلوا نحن في ديك الأيام سوينا كده، بعدين جينا عند الاختراق سوينا كده، ما شاء الله وصل الدور الثاني واخترق، أديله منك ونزل اختبره ورجع كمل، وهو الآن داخل في الدور الثالث. وممكن يجي واحد يقول الله هذا ممكن يوديني فين، هذا ممكن يوديني الهدف إلين قمة، حتى ممكن أتجاوز قمة 2014 62.5 وممكن يكون هدفي هناك. وهذا أمر وارد جدا وكلام منطقي وكلاسيكي واضح. يعني لاحظوا هنا لو حطينا خط يقرأ عند مستويات 68 ريال، يعني فوق قمة 2014 كمان 10% أو أقل، 62.50 نقول هنا 68، خلاص هذا هدف الدور الثالث، هدف الدور الثالث. لكن تعالوا نشوف الآن يا أخي، لازم يكون أنت عندك حس فني كلاسيكي. تعالوا نشوف السهم ده، أنا دحين هذه موجة طويلة عرفت قصتها الكبيرة، لكن أنا بدي أدخل في تفاصيل داخل التفاصيل دي. جيت في الفترة الأخيرة دي، ولو تتذكروا لما كان أستر نازل قبل كم شهر، أنا تركت الكلام الكبير ده كله ورحت ركزت في الموجة دي اللي هي من قاع ديسمبر، أو هي دائما قيعان نوفمبر ديسمبر. هنا هذا قاع، هنا بدأ يطلع أستر. أيهما أكثر سلامة علي الآن، أتابع هذا الترند ولا أتابع السقف اللي تحت حق الدور أو قاع الدور أو سقف الدور الثاني؟ هاي أنا الآن يهمني السهم، مفروض انتبه من إيش؟ أقول لا يكسر 40 ولا لا يكسر 47 46 80. ها يا سلام عليك، خلاص فرق كبير يطيح فيه 20% عشان أقول للناس والله السهم طيب ما دامه فوق 40 وأنا عندي ترند هنا واضح. موجة لك أخذت لها سنة الآن 11 شهر، هذا مسارها. شوف هذا قاع واحد اثنين ثلاثة وهذا الرابع. لذلك أنا ما أجي أقول والله أنا عندي على القناة الكبير، طيب لا أنا أفكر في ده، أفكر في موجة السنة دي، أنا مالي في الكلام ده كله. بعدين السهم ما شاء الله ما هو في القيعان ولا في هذا، خلاص أنظر له على أساس إنه هذه قناته الصاعدة، أشوف كيف لعب في وسطها، والله جمل الله حاله. ها تقريبا تقدر تقول لعب حتى هدفها أو حتى سقفها، كم فرقت معاه يعني نص ريال ريال، ما قصر السهم. هي لا يكسر 47 46 80. لما يكون كاسر وطايح فيقترب من هذه المنطقة هنا، ممكن نشير إليها لناس يسألوا عن السهم، نقول لهم عنده دعم هنا عند 40 ونفتح له هذا الملف الاستراتيجي ونقول له هذا وقف خسارتك 40. مو من هنا أروح أقول أقوم أتجاهل القناة دي السنوية وأروح أخذه للحركة دي الكبيرة، هذه نتكلم عليها في وقتها. والآن الأولى إننا نحن ماشيين مع القناة السنوية هذه، لأن نشوف الفرق كبير جدا لو لا قدر الله سقط السهم فكسر عشان يوصل قريب 40 يكون السهم طاح قريب 20%. مظبوط ولا لا؟ وضحت يا أبو عبد العزيز؟ هذه دروس في الترندات والقنوات، في شيء استراتيجي وفي شيء فرعي وفي أولويات. أنت لما تتعلم التحليل الكلاسيكي راح تكتشف وحيكون لك قراءة زي ما أنا قريتها الآن، حيفرق معاك السهم اللي في قاع موجة من سهم في قمة موجة، التعامل مع اللي في القمة وغير التعامل مع اللي في القيعان. هناك ممكن نتقل دمنا ونميع الهرجة، أما هنا ما في مياعة، هنا في طب وانتباه. وممكن سبحان الله السهم يكون قاع ويرتد ويستمر على مبدأ القمم والقيعان الصاعد. خلاص طالما أنا عرفت خط الرجعة هذا المهم عندي من التحليل.